السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شفت بودكاست اللي حلم الله يتذكر؟ نعم. تحلمت جارتي مرت زوجي جاب تمر اثنين. تمر؟ تعطي تمر، ايوه تمر تعطيني، وقول من جابه لك؟ تقول امي وابوي. امها وابوها متوفين، هي مرت زوجي الاولين، يعني الثانية. بس ايوه في الحلم، وانا في الحلم اقول مين جابك التمر؟ تعطيني تمر، يعني مو حبات، لا في الكيسه كذا، ما فكيت كيسه ثنتين انا. بس. اعطاني امي وابوي، قلت امك وابوك متوفين. بس كذا؟ اي أيوة والله يا شيخ. علاقتك فيها طيبه؟ والله هي الحالة ولا الحالة. اي يعني تتقابلون او شيء؟ انتقابل. اي اقول والله العالم هي على وجه حمل او شيء الحرمه. لا هي كبيرة يا شيخ. كبيرة، بيجيس منها رزق إن شاء الله بإذن الله، بتهديس رزق والله أعلم. بيجيس منها رزق، الرؤية قريبة. والله يا شيخ لها يمكن 3 أيام أو 4 أيام. أي يعني في الشتاء وقريبة، عادة التمر إعطاء التمر أو أخذ التمر يدل على مال ورزق يأتيك إن شاء الله بإذن الله. أو صلاح فيما بينك وبينها أكثر إن شاء الله. يعني مو حمل، يعني أنا من زمان ما حملت. عسى الله ييسر لك، هي عندها ذرية؟ اي ما شاء الله هي عندها ذرية، بس انا اسمها حتخلف لان شال الرحمة اللي ما تنجب. الله يشفيها ويعافيها ويرزقك انت بالذرية، اقول ان شاء الله رزق والله اعلم لك منها. هي السلام عليكم. يعني مو حامل لي؟ ما ظهر لي ان مسألة حمل. شكرا. السلام عليكم. رسالة واتساب الان. لا رسالة واتساب. طيب. يا شيخ حلمت بانطليقي يجامعني، انتهى الحلم. عاما ان في الحقيقه هذا الحلم دائما يتكرر من الخيانه المطلقه وعندي ولد. طيب الرؤيه متى؟ انت يا صاحبه الرؤيه هذه، يا صاحبه كيف احزنه ربي، كيف اشقه ربي، كيف اضيعه ربي، سبحان بي امنت عليه توكلت لا شريك له. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرؤيه متى؟ وهل طلاقك منه طلاق رجعي؟ طيب بتكلم عن العضل إن شاء الله، بتكلم جماعة اللي عند الرقم كل شوية يسجله، والله كل شوية يسجله. لا أحد يكتب هنا، لا أحد يكتب يا جماعة، لا أحد يكتب في الكومنتات. أنا حاطل لكم الرقم ليه؟ ايش حاط لكم الرقم؟ اتصال او واتساب. طلاقك منه رجعي؟ يعني طلقة واحدة؟ طلقك طلقة واحدة او طلقة ثانية؟ هذا الاتصال شوفوا شغال والواتساب شغال. يا شيخ انا صاحبة الرؤية الموجودة. طيب وين اسمي مني اسألت؟ تعبت انا اتصل، تكفى لا تتصل. متى حصل الطلاق؟ متى حصل الطلاق؟ وهل بالنسبه للرؤيه هل يحصل يعني في اثناء الرؤيه او بعد الرؤيه حصل احتلام ام لا يحصل هذا الشيء؟ يعني تقومين يحصل فيه احتلام ام لا؟ طلاق لـ 4 سنوات. ترى ما في شيء يضحك، ترى ما في شيء يضحك اللي تضحكون هنا في التعليقات، الله يجعل لكم. يا مضاير الله يجزاك خير، ان حصل شو اسمه ان يرجع لسالته اللي لقيتها ابشر ان شاء الله، جزاك الله خير. طيب انت تفكرين فيه ان مساله انه يرجعك ودك انه يرجعك؟ انا اتاكد الان. اي والله وش اللي يضحك؟ علمني وش اللي يضحك؟ في ناس تضحك في التعليقات في الكومنتات ليه؟ اللي يضحكون في الكومنتات ليه؟ هذا انا نرد على الواتساب، رسائل الواتساب وش كثرها؟
لابد ما فكر، الحمد لله ولا بيرجع. طيب طيب الرؤية لعدة احتمالات، أما انطليقك يريد رجعتك يعني هذا أمر، وأنه أنت اللي من طلبت الطلاق وأردت الانفصال عن هذا، هذا تأويل. التأويل الثاني إن كان نفس طليقك فيك فأنت تحتاجين إلى قراءة. الطريق التأويل الثالث قد يكون والله العالم أن انقضاء حاجة لك أنت، انقضاء حاجة لك أنت وتمام أمر لك أنت والله أعلم. طيب ناخذ رؤية بعد واتساب، ناخذ رؤية بعد واتساب ثم نرجع لتفسير الأحلام. ناخذ الآن رؤية واتساب ثم من بعدها تفسير أحلام. عليكم السلام. هذه كم مرسلة رؤية؟ حلمت أن أخوي تركي يقول لي لا تنسيني، لا تنسين ملكتك يوم 29/4، وبعد فترة تكرر نفس الحلم ونفس الكلام، يقول لي أخوي وأبوي الحلم الثاني. الله يجزاك خير. أنت حلمت أن أخوي تركي يقول لا تنسين ملكتك في 29/4. طيب وين يا جماعة الآن اللي يرسل رؤيته اللي أو اللي أرسل رؤيته يرجع يكتب متزوج أو غير متزوج، الجنس ذكر أو أنثى، الحالة الصحية يرقي أم لا يرقي؟ ما بيسألها الأسئلة هذه، ما بي أقدر أسألكم إياها الأسئلة هذه، على طول تدخلوا اكتبها الآن. طيب الرؤية الثانية مشابهة للرؤية هذه، مسألة كلها مسألة زواج، يبدو أنك عجبة أنت أصلا. أقول والله العالم الرؤية تدل على يعني إن كنت عجبة فهذا يدل على زواج لك، الرؤية على ظاهرها إن شاء الله والله أعلم. طيب شو اللي مطلوب؟ ساكن أمريكا يذكر الله ويحافظ ويثبت على دينه. الآن رؤية اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. أنا حلمت أن كأن ثنتين مصدقاتي. أرفعي صوت، الله يجزاك خير. حلمت أن ثنتين مصدقاتي جو عندي وجلستهم بغرفة جدتي وقعدت قهويهم، وكنت يعني متوترة وأحس أني ما تجهزت، وكنت بسرعة قلت بروح أتروش بسرعة وألبس وأرجع لهم، ورحت وانا فتحت الدولاب بدور ملابس وحتى ما لقيت شيء، كلها قديمه الا واحد كذا شفته كذا كنا حلو فستان كذا طويل واخذته، وكان من ورا مخمل حطيته فوق السرير، ورحت بسرعه بدخل اتروش، وكان اختي قالت لي انه ما في مويه او المويه خلصت، ودخلت انا قلت لا بتروش وبتروش، دخلت فكيت المويه كانت مره تصب يعني بشويش، وجيت فتحتها على البارد ودخلت بسرعه وتروشت، وكنا أمي يعني كانت تقولي تأخرتي على الناس وما رحتي لهم ما صحيت، بس انتهى الحين. أنت متزوجة أو غير متزوجة؟ لا مطلقة. مطلقة، متى الرؤية؟ الأسبوع هذا. الأسبوع هذا، عندك تعسر في حياتك وعدم كمال تمام أمر لك؟ مثل إيش يعني؟ عادي ما عندي. ما عندك شيء؟ بس وظيفة أو. إيه. عندك شيء نفسي؟ تعب نفسي؟ إيه جدا يعني الأوضاع كلها عند أهلي وأنا. طيب بالنسبة للرؤية أقول والله العالم بالنسبة لصاحباتك اللي كأنهم جايينك، كنتي أنت في الرؤية على موعد معهم ولا جوك فجأة؟ لا إيه أنا صدمت منهم، جوني هاتلتين هذول. الأسامي 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 وشي؟ تهاني ورقية. إيه كأنهم زيني زايرينك. اي وجيت اصب لهم قهوه واستغربت انهم جاوا، حتى استغربت اني انا دخلتهم غرفه جدتي وجلستهم جنب سرير جدتي، استغربت اني دخلتهم في ذا المكان لان هالمكان ما ندخل فيه اي احد يعني. طيب انا اقول والله العالم الرؤيه فيها عدم تمام امر لك، خاصه انك انت فتحتي المويه ولقيتيها ضعيفه، هذا يدل على ان حياتك والماء من الحياه يدل انك تعانين او عندك تاخر او عندك تعطل او عندك شيء تعانين منه او انه بطيء وصوله اليك.
اللي هو في حياتك، او انت في ممشاك في حياتك فيها يعني تاخر. الدليل على ذلك مثل ما ذكرت لك رمز المويه، والمويه حياه، جعلنا من الماء كل شيء حي. وانت تبين تغسلين جسمك ما تبين تشربينه، يدل على النظافه، غسل الجسم. فانت تبين تغسلين جسمك بهذه المويه اللي هي الحياه، تدل على انها مساله يعني مو هو رئيسية التأخر اللي عندك أو التعطل اللي عندك، لكنها مسألة ثانوية أنت بحاجة لها. هذا التعب مثلا فيني ولا أنت عندك شيء نفسي؟ أول شيء عندك شيء نفسي، أنت عندك وسواس أو حاجة؟ لا ما أنت عندك تعب نفسي، والله أعلم، ولا أجزم بذلك. عندك تعب نفسي وعندك التأخر أو التعطل، والدليل على ذلك الموية وتأخر الموية أو صبها بشويش وانت تريدين النظافة، والدليل على ذلك إنس ما لقيتي لس ملابس اللي هو مسألة الرزق، إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، هذا رزق ألا تجوع ولا تعرى. بعدين لقيت لي فستان، لقيت إن شاء الله بتلقين رزق إن شاء الله، وبيجيس رزقس إن شاء الله. لكن بعد حين تحتاجين إنك تدعين الله عز وجل، تكثرين من الاستغفار، غسولك بالماء البارد، جسمك غسلتيه بسرعة ما بارد، أقول اقرأي على نفسك وارقي نفسك وصبي على جسمك ماء مقري فيها. آمين يا رب، الله يبارك العافية. يعني ما له دخل بزواجي أو زوجي أو لا، ما أروح يا شيخ، ما دخل. طيب شكرا، الله يعطيك العافية. طيب اتصال ثاني. لا إله إلا الله، ما تطيب القلوب إلا بذكر علام الغيوب، اللهم صل على نبينا محمد. صدق إن الحريم رواهم أكثر من الرجال، لا تنامون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ، رأيت في معيار النعم إيش؟ إني أنا أقول رأيت كما تغيروا صح؟ هي داخلة تغنين انتي ولا ايش؟ عفوا يا شيخ. ايه تكملي. رأيي فيما يرى اني انا وزوجي طالعين من غرفة النوم، وكان الصالة حقت بيتي مي مفروشة بالاصل. ايش؟ رأيي الصالة حقت بيتي مي مفروشة بالاصل، هي رأيت كأنها مفروشة وكأنها تذوب من الحرارة، كأنها تحترق. زين؟ اي اسمعك. بعدين كلم زوجي قلت له شوف النار يعني زي كذا، قال ما عليه انا بروح للدوام وتنزلي تحت عند والدتي ويكون خير. نزلت انا عند خالتي كاني يعني قاعده اعدل السفره حقت القهوه، وخالتي ام زوجي كانت تمدح فيني، وكان في موجوده زوجة اخو زوجي. اسمعي هلا، تعبتي انت يعني شوي يوم كلمتيني؟ ايه. اسالك اسئله تجاوبيني. تفضل. يا بينش وبين زوجك مشاكل؟ لا يا ربي لك الحمد. تشوفين تخيلات؟ كيف يعني؟ تشوفين ظل قدامك يمشي يروح احيانا؟ تسمعين اصوات؟ يعني احيانا، مو دائما اللي صرت لحالي. اقراي الكرسي اقراها ولا الحمد؟ اقرايها اسمعك الحين. اقراها اقرايها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا تأخذ سنة. الشيخ ما قدر. طيب. تقدرين تقول روايات كلها خلاص؟ لا خلاص. الله يستر عليك. يبي لك رقية، ارقي نفسك. الله. ارقي نفسك. ها؟ ان شاء الله. خلي زوجك يوديك لحد يرقيك. السلام عليك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم. السلام عليكم. السلام يا شيخ. ترقيت شو؟ ايش تبغيتي انت؟ اخوي ترقي انت الشيخ؟ اي انت تبغين رؤيه الان ولا رقيه؟ اي الله يعافيك. انا حلمت قبل تقريبا شهر ونص بزي الصحراء،
وجت واحدة الله يعافيك معها جملين، هي راكبة واحد وماسكة واحد، وقالت تفضلي أنت تبغين هذا؟ قلت وشو هذا؟ قالت هذا جمل تحاولين تبغين تركبينه؟ قلت لا أنا ما أعرف لهم. قالت أمسكي حاولي، وحاولت أركبه وأمشي معي وحاول وحاول. قالت أنت حافظي عليه، أنا ما أقدر أحافظ عليه. مشيت في الصحراء ودخلنا بيت الحالي أنا والجمل، بيت قديم. شلون الجمل؟ شلون الجمل؟ لونها بني. إيه. طيب. إيه. وسدحته الله يعافيك وغطيته وحافظت عليه وجلست جنبه، وكان في حولي ناس أنا عارفهم. تكرر تقريبا رؤية مرتين. رأيت إنك هنا في صحراء وجيتك. إيه. حرمة معها جملين. ايه. الجملين يشبهون بعض؟ ايه يشبهون بعض بالضبط. طيب خذيتي انت واحد منها؟ ايه. هي قالت لي تقدرين تمسكين؟ قلت لا انا ما اقدر. قالت حاولي. قلت هي خلاص بحاول، وحاولت اني ركبت وحاولت امشي. متزوجة ولا لا؟ لا مو متزوجة. متى الرؤية؟ الرؤية قبل شهر تقريبا. الحرمة اللي جيتك في المنام تعرفينها؟ لا والله ما أعرفها وغير واضحة لي الآن. إيه. وأخذتي الجمل ورحتي أنت وياه تقولين وين؟ أخذته ودخلت تقريبا ببيت قديم جدا طين، وسدحته وغطيته بفرشة ذولية، وكان في حولي ناس أنا أعرفهم اللي خالتي وأهلهم حمولتها. طيب بس؟ بس. الجمل مسكتي مع عقال يعني مع حبل؟ ايه مع حبل. وكان مذلل لك؟ سم؟ كان يعني مذلل لك يطيعك؟ ايه يطيعني. انت في سن زواج؟ سم؟ في سن يعني صالح للزواج؟ ايه. هذا اقول والله العالم يسر الله عز وجل لك زوج يكون لك مطيع والله العالم، ويحصل بينكم إن شاء الله بإذن الله الألفة والمحبة. ولكن اللي يظهر لي والله العالم أنه ما يكون في نفس المدينة اللي أهلك فيها. الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير. طيب الآن لرؤى الواتساب. والله يا جماعة شوي أحيانا الصراحة في واحد مرسل رسالة برد عليه عشان رسالتي، بس يقول أنا زهقت خطك كله مشغول، إذا نام ودق علي خلص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ألو. مات أنت زهقت؟ دقيقة بس دقيقة. ألو ما تسمعني؟ واضح. تسمعني؟ نعم. تقول أنا زهقت؟ لا 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 ما تسمعني. إلا في الرسالة تقول أنا زهقت خطك كله مشغول. ليه يا خلف؟ ليه يا خلف هم زهقت؟ قلت خلي كتبك علي إذا فضيت. إيه ما عندي رصيد. سام قل عطنا رؤيتك. سمعت بالسيارة حبيت أقول لك أنا طال عمرك. أول شيء طبعا الوالد متوفي. الله يرحمه. وصديقة متوفي. فلم طال عمرك ان انا بسيارتي عند بيت صديق ابوي تهجم علي كلب لونه ابيض، وعلى طول رجعت ريوس، وانا ارجع ريوس اقول الله يستر الله يستر الله يسر الله يستر لا اصقع بسيارة وراي، اصل انا كنت اسرع بسرعة شديدة، والحمد لله توقفت السيارة بدون ما اصاب باي حادث. فجأة صرت في مكان اللي جنب الراكب، جنبي اللي كان يسوق صديقي اسمه أسامة، رجع كمل الريوس ويرجع ريوس 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 وانتهى الحلم على كذا. بليز تراي اجين. ايه بليز تراي اجين. طيب انا حلمت طال عمرك اني بيت عند بيت صديق والدي، ووالدي متوفي وصديقه متوفي كلهم متوفين. كانك عند بيت صديقه. بيت صديق والدي بسيارتي، وقفت بسيارتي عند باب بيته. لما وقفت عند باب بيته تهجم علي كلب أبيض خارج السيارة، علشان أنحاش منه ريوست بالسيارة بسرعة عالية جدا،
وأنا ريوس أقول الله يستر الله يستر الله يستر، لا أصطدم سيارة. والحمد لله وقفت بدون ما أصطدم. طيب واضح، باقي الباقي واضح. الآن فيه أحد من زملاء الوالد ما زال حي تعرفه؟ إيه نعم فيه. بينك وبينه مشكلة؟ لا لا أبدا، ما في بينك سنين ما شفته، سنين ما شفته، ما بينك يعني وبينه مشكلة؟ ما بيني وبين أي اتصال، كم مرة واحدة من توفى أبوي، توفى تقريبا من 20 سنة الله يرحمه أو أقل شوي. طيب بينك ما شفته إلا مرة واحدة. بينك وبين رجل مشكلة منعك عن إكمال مسير لك، وظيفة، رزق، شيء كان سبب في قطع رزق لك؟ لا الحمد لله ما زلت بوظيفة إلى الآن. ما بينك وبين رجل خصومة؟ والله يا شيخ يعني ما في شخص معين. طيب أنت محافظ على أذكارك، ما تشتكي من شيء؟ بالنسبة للأذكار الحمد لله ما تشتكي يعني شيء؟ لا أقرأ الأذكار إن شاء الله. ما تشتكي شيء؟ لا لا، من ناحية قصدك وسواس أو كذا؟ إيه لا لا الحمد لله. ولا يعني يظهر عليك شيء، تشوف شيء في المنامات، تخيلات، شيء ما في؟ للأمانة لا الحمد لله. ما ظهرت لي رؤيتك، ما فهمتها، الله أعلم. طيب جزاك الله خير. بس بالنسبة للكلب الأبيض اللي تهجم أنا سألتك عدة أسئلة بها تظهر لي، وأنت تقول ما بيني وبين أحد عداوة أو ولا يعني عادة الكلب إما يفسر أنه مس، وأنت تقول ما أشوف تخيلات ولا أسمع أصوات، وعادة يكون إذا كان مهاجم لك يدل على أنه شخص غادر أو عدو غادر أو شيء من هذا، وأنت تقول ما بينه وبين أحد عداوة. عشان كذا أوصيك محافظ على أذكارك، إن كان أحد يكلك عداوة بالباطن فيكفيك الله عز وجل شره، وأنت كأنك تريوش ترجع هذا في سيارة، يعني معقل مسيرك أو مؤخر مسيرك هذا الشخص. عشان كذا وصيتك بالأذكار والمحافظة عليه. ممكن يكون وأنا ما أدري، ممكن فعلا كلامك يكون صحيح وأنا ما أعرف عنه شيء. ممكن. عشان كذا حافظ على أذكارك يكفيك الله شره. جزاك الله خير. السلام عليكم. شوفكم تقول متوتر، لا والله مو متوتر. بس ضاق صدري على اللي كلمتني قبل شوي وحضرت وهي تكلمني تعبت. بس ولا ما هو متوتر ولا شيء. وكثير يصادفنا يعني المس اللي يتكلم وقت الرقية كثير، يعني كل يوم كل يوم بشكل يومي، يعني بما اني في مجال الرقية مو اول مرة ولا اخر مرة من غير شر. طيب بس يعني ضاق صدري عليها، بس ما في شيء ثاني، يعني الله يشفيها يعافيها، هذا حقها علينا. متزوجة، هرقي الحالة الصحية، مريضة، رأيت اني بمكان مظلم، بيوت قديمة وطينية، وراء على الحائط دم على شكل كف، ثم تخرج زوجة أخي من الممر الضيق وتلاحقنا أنا وأخواتي، وهم سبقوني، زوجة أخي شكلها مفزع وأنا أركض أهرب منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. أختي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت تشتكين شيء، تعب في أرحامك أو شيء، وبينك وبين زوجة أخوك هذه مشاكل في الحقيقة؟ لا مستعان، لا حول ولا قوة بالله. يا ليتك تردي اللي رقمه من الكويت، يا الأخت اللي من الكويت ردي، الله يرحم والديك. إيش في هذه اللي ما تقدر فيها؟ يبدو فيها مس، فيها مس الله يشفيها، وأنت عندك والله أعلم مسألة سحر أنت اللي هنا. شفتوا هذا الكلام؟ ما قلت لكم عندها سحر؟ أنت متعطلة في حياتك صحيح؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
على كل ساحر وساحرة حسبي الله ونعم الوكيل، على كل ساحر وساحرة حسبي الله ونعم الوكيل، على كل ساحر وساحرة. اللهم أبطل سحرا مأكولا مشروبا مشموما مدهونا مرشوشا مصبوبا، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر يا رب العالمين، وفك عقدة كل سحر يا رب العالمين. إذا أنا أختي أوصيك بالرقية، هذا السحر الرؤية تدل على السحر اللي فيك، أوصيك بالرقية، أوصيك بالرقية، انتهى، ناخذ رؤية ثانية وتسب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم مرة تكرر عليك الرؤية ذي؟ كم مرة؟ جماعة اللي يسأل يرد بسرعة، الله يرحم والديكم. يا جماعة فسر الرؤية واتساب ثنتين، اتصال ثنتين، وفي الحقيقة وانت صاحية مو نايمة ما تشوفين مثل هالتخيلات؟ إذن الله أعلم في هذه الرؤية، اعرضيها على معبر ثاني. طيب الآن اتصال، رؤية اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا رأيت يا شيخ بأن المرأة غريبة جرح ظهري من أسفل الظهر الجهة اليسار، فقمت أمي رحت لها قلت لها يما يعني إنها سوت لي كذا، قالت لي حطي مرة عليه، قلت هو ما يوجعني ولا يعور ولا شيء، قالت لي حطي مرة عليه. فقمت أنا وأمي ومعانا أطفال كأنهم عيال أمي، أكبر واحد فيهم عمره 13 سنة وماشيين وشارين أغراض واجد، إننا بنستقر في أعلى برج كذا برج طويل، فقمنا ركبنا الأسانسير وكان فيه مثل الآلة لازم نحط فيها قروش عشان يطلع، راح عطتني أمي قروش كثيرة من ضمنها قرش بس عليه المملكة بس العربية السعودية، بعدين عطتني خردة فلوس بس. إيش بعدين إيش؟ عطتني خردة فلوس واجد خردة يعني واجد. أمك؟ أي أمي. أنت ترقين نفسك أو أحد يرقيك؟ لا بس أنا بعض الأحيان أرقي نفسي وأقرأ البقرة. عندك مشكلة في ظهرك حقيقة؟ لا 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 الحمد لله. طيب هذا والله أعلم مرأة متكلمة في ظهرك وآذتك في بالكلام بس. أوكي يعطيك العافية الله يجزاك خير. ناخذ رؤية اتصال بعد. ناخذ رؤية اتصال. طيب يا جماعة بعض الناس صار الآن يعني سمع الحرمة اللي تكلمت ذي اللي توفيها تعبت من المس اللي فيها صار عنده خوف، أدري بعضهم صار عنده خوف بشيء، بقول لك شيء أو مثل الرؤية اللي قبل شوي اللي عندها سحر، شوف الله يسعدك ويسعد سنتي، كم من سحر عمل زين ما ضر، لا فرق أحباب ولا آذى أصحاب، ما سوى شيء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما ضرهم. ليش؟ لأن الله لم يرد ذلك سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنهم متوكلين على الله. ليش؟ لأن فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ليش؟ لأنهم حفظوا الله فحفظهم الله، حافظوا على أوامر الله أولها الصلاة الخمس، حافظوا على أذكار الصباح والمساء فحفظهم الله عز وجل فيها. احفظ الله يحفظ. كم من سحر وعملته مرأة وعمله رجل لن يضر بفلان من الناس ولكنه ما ضر، أن محافظ على أمر الله يحفظها الله.
اللي خلقك ما يخليك، الذي خلقني لا ينساني، الذي خلقني يحفظني ويرزقني ويهديني، الذي خلقني فهو يهديني. احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، كم من حاسد أراد أن يحسد لكن ما مكنها الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام. اسمعيني من الجوال، من الاتصال قطع. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. شيخ، أنا حلمت بأختي ميتة هي، بس حلمت فيها هي جنبي وقاعدة تضحك مبتسمة لأخوي، وأخوي أصلا تعبان، وأخوي جايب لها ثوب نفس اللي أنا لابسته، وأنا كنت أطالع يعني قلبي كذا أتكلم أقول يعني أخوي يعرف إنه هي ميتة، أطالع فيها هي تضحك بس. جزاك الله خير. عيد الرؤية. أختي متوفية وأخوي الكبير قاعد قدامها، أداها ثوب نفس الثوب اللي أنا لابسته، وأشوفه هي تضحك له، طالع فيه تضحك له، وهو يديها بس يعني هو يدق قال لها بس قصري، وأطالع أقول له إيش بو، يعني هو يعرف إنه هي ميتة، وأطالع فيها أنا كنت خايفة إنها هي ميتة، أنا عارفة إنها هي ميتة، بس شفتها جنبي وهي تضحك. طيب خوك شفيه تعبان؟ عنده سرطان. الله يكتب لها العافية يا رب. متى الرؤية؟ نعم الرؤية متى؟ يمكن قبل أسبوع. طيب لعلها خير إن شاء الله، لعلها خير. ومعليش يا شيخ برضه حلم ثاني، حلمت بوحدة راعية خير هي، أشوفها يا شيخ تلبسني بنجرة، أنا أقول بنجرة وهي حطتها حوالين وسطي، وأنا أقول يعني هي ليه ما تحطها في يدي، هي شفتها تضحك وجالسة على السرير حقها، وأقول يعني أنا متعودة منها إن هي صاحبة خير، وإنها إشبه لبستني البنجرة في بطني. برضه أنا مريضة يا شيخ سرطان. لبستك بنجرة في بطنك؟ أيوه. أختك توفيت بسبب مرضها إيش؟ صرع. إيش؟ صرع. صرع. وهذه المرأة راعية الخير كأنها ملبستك تقولين بنجرة في وسطك، ها؟ أيوه. عسى الله يكتب لك خير، أقرأوا على أنفسكم الرقية الشرعية ولعل الله يعافيكم جميعا. يا رب. الله يحفظك. ناخذ رؤية واتساب الآن. واتساب يا جماعة. إله إلا الله. هذا يقول عليكم السلام، شفت من أمس سمك نوع قرش، كانوا اثنين نفس اللون نفس الحجم، بس كان بينهم معركة، واحد منهم عض الثاني عضة قوية، ومات كأنه قطع نصفين، ولما كان يعضه عينه واحدة كانت مصوبة علي أنا عين اللي كان يعضه، واليوم الثاني حلمت القرش هذا اللي قتل القرش الثاني تم اصطياده، كنت أنا وصيادين ما أعرفهم صدناه، بس كان ميت وبعدها تركناه في البحر مش متزوج. أبشر أبشر يا الإماراتي أبشر. أخوي أخوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للقروش هذه، أنت في وظيفة يا جماعة، لا أحد يتصل عشان ما أعطيه حظر، أنا ما ودي أعطي أحد ما ودي أعطي أحد حظر، لأن أبيك ترسل رؤيتك، بس لا تتصل علي، لا تتصل واتساب، لا تتصل واتساب علي ثم أعطيك حظر. طيب انتم تبون كذا يعني، ثم يجيني يقول ليش اعطيتني حظر يا شيخ، ما يصير. طيب خلني ارد،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين أحد من أقاربك مشاكل رجال أو في وظيفتك المسؤولين بينهم مشاكل؟ عندك عندي مشاكل مشكلة ما أقدر أشتغل. هذا يتصل شو مسكت هذا؟ مو عصب لا يا جماعة مو عصب، بس أنا أفسر ويبيني أرد عليه. شلون أرد على الباقيين؟ طيب لا مستعان. أنا أقول هذه والله العالم بالنسبة هذه أحد أقاربك، ويبدو أنهم ينهشون في بعضهم البعض والله أعلم، ولكن واحد منهم بيخلص على الثاني، ضاربين هي المشكلة معه. و قسم بالله العظيم شيء يرفع الضغط والله، لا أصكك حظر، عيب والله عيب. أنت اللي حاطي صورة قزازة مكسورة فيها شجرة، أبكسر القزازة اللي تحت الباقي عشان ما تصدعني مرة، معليش والله العظيم ازعجتونا يا جماعة، ما يصير ترى. حافظ على أذكارك، أقول الله العالم أنهم مشاكل اللي بينهم تني يقطع شيطان، حسبي الله على بيش. يا جماعة ترى بقفل الواتس والله بقفله. أنت اللي حاطت صورة ورد، أنت ذا الورد اللي أنا وريت تتصلين فيديو بعدها، يلا شفتي؟ العظيم صراحة أقول والله العالم بالنسبة لرؤيتك أنت، هذا اللي بين الأقارب اللي بينكم تصير مشاكل اللي بينهم تزداد سوء والله أعلم، بيقضون على بعضهم بعض مشاكلهم هذه، وأنت والله العالم إما أنك تصلح فيما بينهم أو بعد انتهاء مشكلتهم يرزقك الله برزق، والدليل على ذلك أنك أنت صدت السمك والسمك رزق. أقول والله العالم إنه بيجيك رزق كثير بعد ما تنتهي مشكلتهم وتكون شاهد عليها أنت. طيب رؤية اللي بعدها، نأخذ رؤية ثانية مرة ثم نرجع اتصالات، والله اتصالات إنها أرحم. يا شيخ أنا حلمت في قطوة صغيرة عاضة على أصبع السبابة بقوة وأحاول أفكها بس مو قادرة، وطولت وهي عاضة علي أصبعي، بس بالأخير انفكت مني، بس كنت حاسة أصبعي عورني. حلمت بعد ما سمعت الرقية حقتك. عليكم السلام. عليكم السلام الله وبركاته. استمر على قراءة الرقية وحافظ على أذكارك، عضة القطوة لأصبعك تدل أنك تعبانة، ولو أن يوم أنها آذتك هذا يدل على حسد، ولا أقول شيء آخر حتى يعني أسألك. وعضة الأصبع إلى من أصبع يعني قدمك، يعني إذا تألمت قدمك أو تعورت قدمك يدل على بعدين ما عاد تقدرين تمشين بشكل مضبوط يعني بشكل تام، يدل على التأخر، قد يدل على تأخر أو تعطل في مسيرك والله أعلم. يلا الحين اتصال يا جماعة، الآن اتصال. السودان، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يلي من السودان، الدين وعدكم منية يا حبي لهم السودانية، عز الله من طيبة القلب عندهم. ياوك ليه تعطينا المشغول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله، حياك الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. أبقاك الله، بس فيه تفسير رؤية، هو علم تقل أكشن، تقل فيلم أكشن. تقل إيش؟ فيلم أكشن. فيلم أكشن، من يوم شفتك كاتب لي تعطينا المشغول وأنا عارف. والله يا شيخ ما أدري شلون أحكي هذا الحلم، لكن بقول على الله. سام. حلمت طويل العمر إن لقيت لي بنية خيرة، مزيونة، ما شاء الله تبارك الله. كم عمرها؟ وغير رضيعة. إيه. وانا اشيرها طول العمر بين يديني وانا هاجبها ادور حلا يا مار، في اثنين حقوني. انت اسمعني يا شيخ؟ اسمعك اسلم. ومن يقول اسلم يا بعد هي
وفي زين يلحقوني ومن حاشم منهم من ابني هذا اللي نعزيه قلت برد له يوم يطول العمر امكنون يرجع العرب وننزل مع الحفاد يطول العمر اللي تقل في غار وحط البنية والقاضي اربع سكاكين حوله اربع سكاكين واخذ السكاكين معي حطيت كل اصبع سكين ما ادري شلون كل اصبع سكين والممر ضيق اللي بطلع منه قلت سال واحد انجاني بالها بحدها سكاكين طيب ابين كود رجع بهلا الا واحد صار قدامي والمحر ضيق انا انحصرت عجزت ابي اضربه بهوز وعجزت الا اضربه مع يدي اليمين يقول طلع دمي وانا يمكن شلون وراء طيب يوم رجعت يطول العمر والله امكن منه ضربته بيده هو يقع وانا احلله مثل ما تحلل افضلي مع الغيب وانكس يطول العمر على الغاء واخذ البنية واروح اللي اسمع يكلم بالجوال هو محلل قبته القصب الهوائية اللي يقولون القصب الهوائية حلل هذا محلل ومعه يا ماري حتى يقول ابنية تحلوه وانا ابيه قلت هذا السفيه اللي جاي يموت يدور امزية وانا اجي طول عمر تقل على مبنى مستشفى او حوله مبنى مزين وادخلت قلت ان الطبيب او شي زي كذا مستشفى او صار والله ما ادري وش المبنى هذا اساسا قلت بدور اهل ابنية ابوه وقعدت والله يا شيخ من ولدي هو حلم حلم احمد وش والله يعطيك العافية وياك يا رب العالمين والله ينفع بك يا بعد حين ما يسعدك سلام اسمعني طيب شلون افسر لك الله يسعدك شمري وراك يا اخوي وين راح قفل والله صدر شمري خليك صدرك وسيع يا اخوي خلنا نكمل السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ اي نعم تفضلي تفسير ما ايه تفضلي انا اللي دقيت عليك تو الله يرضى عليك انت اللي تعبتي ايه ايه يلا يلا والله ما ادري وش رؤيتك انت تعبتي ولا عاد قدرتي تكملين ايه شربت زمزم مقري فيها وحسن حقيت شربتي زمزم مقري فيه ايه يلا قولي رؤيتك رأيتي غير اني انا وزوجي طالعين من غرفة النوم كنا نرى الصالة حق سيتنا بالاصل هي مي مفروشة وأراها مفروشة كأنها تذوب من زاوية اليمين تذوب احتراق وأقول زوجي انها شوف انها تحترق كذا قال ما عليك انت انزلي عند امي خالتي تحت زوجي ام زوجي انزلي عندها واذا رجعت من الدوام شفت امر الفرشة نزلت عند خالتي كنت اعدل السفرة حقت القهوة وغزاء خالتي تدعي لي وتدعي لعيالي كان موجودة اخت لا مو اخت كانت موجودة زوجة اخو زوجي وكني اكلمها عن الفرشة واعلمها الموضوع وكذا في الأصل هي اسمها أشواق كأني أراها أحد صديقاتي واسمها شيخة وانت تكرر لي ثلاث مرات يا شيخ إن الصالة جزء من الصالة حقتكم يحترق يذوب ذوبان احتراق شفت الفرش لما يذوب الحرارة أيوة وبعدين نزلت عند خالتي قال لي زوجي انزلي بعد الدوام أشوف وضع نزلت عند خالتي وكأني أعدل فرشة السفرة عشان بتقهوة زي كذا أم زوجي كانت تدعي لي وتدعي لعيالي كان موجود معنا زوجة أخ زوجي في ساكنة معنا في الدور الثالث إلى الله كل أحكي له عن الفرشة وكيف إنها ذابت وزي كذا كأنها هي زوجة أخ زوجي اللي اسمها أشواق وفي الأغنى يعني أنا أراها أنها زميلتي في تحفيظ القرآن اسمها شيخة أيوة وانت هالحن تكرر ثلاث مرات علي شيخ قد قرأ عليك أحد؟ إيه عندك حسد؟ إيه ما فيه سحر؟ لا الحمد لله زوجك مؤخر مسألة العلاج؟ علاج إيه
علاج الحسد يعني. ايه علاج الحسد. امه تدري عنك؟ انا تعبت اصلا ودخلت المستشفى زي كذا وتدري اني محسودة يعني. ايه اقصد يعني هل توصي ولدها انه يوديك ويعادك وكذا؟ لا لا. طيب الرؤية تدل على مسألة يعني إهمال قليلا من زوجك والله أعلم في مسألة علاجك أنت. الرؤية تدل. وكذلك أوصيك بخذي أثر من اللي رأيتي في المنام الثنتين. أم زوجي ومرت أخوك؟ لا الثنتين مرت الحريم. مرت أخوك وأمه؟ لا اللي جلست معك هذه زوجة أخوه وزميلتي. أيوه وزميلتك خذي منهم أثر احتياطا. الله يجزاك خير. السلام عليكم. ما فيها إلا حسد سحر ما فيها. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام الله. يا شيخ أخوي تحلم حلم أمس ويشوف إن ثلاثة جيوب جاية عند ابن الوالد. إيه. ويشوف إني جاي بجيب شرطة. وأنا عمري 23 وطالب وعندي ولدين وجزاك الله خير الله يحفظك. عيدها من جديد. أخوي يشوف نفسه إن عنده بعرين عند ابن الوالد ويشوف جاية ثلاث جيوب ويشوف إني أنا بعدين جاي بجيب شرطة وأنا عمري 23 وطالب ولدي ولدين. الله يجزاك خير. كان جايبها عند الإبل حقتكم. ايوه ايوه. متى الرؤية؟ أمس. الوالد موجود؟ اي موجود الله يحفظك. الجيوب اللي جايتكم وتعرف وشي ألوانها أو حاجة؟ والله ما كتبها بس كتب إنها ثلاثة جيوب وأنا جايب بعدين جيت بجيب شرطة شايفني أنا أخوها كبير بجيب بجيب شرطة. صايرة مشكلة لكم عند الإبل أو حاجة؟ لا لا والله الحمد لله ما في مشاكل ولا شيء. ما ظهرت لي الرؤية؟ ها؟ ما فهمتها والله. الله يجزاك. الله يسلم عمرك. مع السلامة. طيب يا جماعة أنا طلبت اليوم نقرأ آية الرقية الشرعية للحسد فشو رأيكم؟ نقرأ؟ نقرأ الرقية؟ اللي يعرف السحر أقوى من الحسد ليس بكل حال. متى بث الثاني؟ غدا إن شاء الله الساعة 11 أو أقرب. جماعة فسرنا كثير والتفسير متعب يحتاج جهد يحتاج وقت وأدري أنكم بتعذروني. نقرأ آية الرقية للحسد. طيب أنا طلبتها من شخص غالي اليوم وما أقدر رده فاللي يبغى يسمع أقرأ آيات رقية الحسد. اللي بيستفيد يستفيد، اللي عنده سؤال في الرقية أو يحس بشيء وقت القراءة يصبر ويسمع الرقية، حس بشيء يعلمني بعد ما أنتهي من الرقية يعلمني وش اللي حس فيه وأجاوبه إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الآخر تشوفون أحد يسب يشتم في التعليقات اتركوا لا تقولوا له شيء. بعضهم مو بكيفه يسب من اللي فيه زين يسب من اللي فيه فاتركوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحامل تسمع ولا يضرها إن شاء الله. الرقية هل تستنفع أو تفيد مثل كذا بالاتصال وكذا؟ مدامك تسمع القرآن بتستفيد، لكن ليست هي الرقية الأصل، يعني نفعها مو مثل إذا صار فيه رقية وفيه نفث. النفث لا شك أنه أفضل وهو الأصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، 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 فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. يكاد البرق يخطف أبصارهم، 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 كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير، والله يختص برحمته، الله يختص برحمته، الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا، حسدا. ود كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، أنفسهم،
أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم حسدا 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 من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا حسدا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 من عند أنفسهم حسدا أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس فلما رأينا فلما رأينا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله من شر حاسد 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 إذا حسد من شر حاسد أم يحسدون حسدا من عند أنفسهم حسدا حسبي الله ونعم الوكيل على عين حاسدة حسبي الله ونعم الوكيل على عين عائن وعائنة حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا سمع الله لمن استغاث سمع الله لمن رجا سمع الله لمن دعا سمع الله لمن اشتكى له سمع الله لمن دعاه وطلبه سمع الله لمن دعاه وطلبه اللهم أبطل حسدا في الأجساد والأرواح اللهم أبطل عينا حاسدة عينا حاسدة عينا حارت ودارت في الأجساد عينا حارت ودارت في الأجساد أمرضت الأجساد أوجعت الأجساد أوهنت الأجساد اللهم ابطل عين حاسد وحاسدة اللهم ابطل حسد نفس خبيثة حاقدة اللهم ابطل حسد نفس حسد نفس خبيثة حاقدة اللهم ابطل حسد نفس خبيثة حاقدة اللهم ابطل حسد نفس خبيثة حسد نفس خبيثة حسد عين حاقدة حسد عين خبيثة اللهم ابطل عين حاسد
عين حاسد نفس حاسد نفس حاسد نفس حاسد عين حاسد وحاسدة. اللهم أبطل الحسد عن المسلمين أبطل الحسد عن المسلمين. اللهم أبطل عين عائن وعائنة حارت ودارت في الأجساد فأمرضت الأجساد فأوجعت الأجساد. اجمع البث باقي في 20 ثانية برجع ثاني مرة عشان أكمل الرقية، اللي بيسمعها يرجع ثاني مرة لأن باقي 20 ثانية وتنتهي، برجع إن شاء الله ما أكمل لين أنتهي من رقيتي. اللهم أبطل حسدا على جمال الأجساد على جمال الأجساد على جمال الأجساد في قوامها في تخسرها في جمالها في بياضها في صفائها في نقائها.